رح ننتقل لمساحتنا الطبية سمر لليوم لنحكي عن أشخاص بيعانوا بشعورهم بالسخونة في اليدين والقدمين، سخونة شديدة عم بتكون خلال فترة الليل، مما يمنعهم من الشعور بالراحة. أكيد بسبب هذا الشيء أرق وإنهاك جسدي بسبب قلة النوم. شو هي الأسباب اللي بتؤدي لهذه المشكلة ومع علاج هي المشكلة حل والحل لها رح نستفسر عنه، أكيد رح نناقشه مع ضيفنا الدكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية وجراحة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن نتعرف أكثر يعني عن سخونة الأطراف وعن أسبابها كمان. هلا هي الحقيقة الأشياء هي سخونة القدمين، فبيشعر المريض بحرارة بالقدمين، حرارة شديدة، وهون بدنا ننبه انه قد ترافق بمعظم الحالات شعور بالتنميل بالخدر، بحس انه في مثل دبابيس عم تغز بالرجل من تحت، وبعض الاحيان الالم. هلا في شعور الحرارة بيكون مؤلم وهو بيختلف عن الالم الحقيقي، هون لازم نميز كمان بيناته لانه كل وحده لها سبب معين. طبعا هاي الحراره بكون المريض عم يشكي انه بتمنعه من النوم، يعني بقول لك مثلا انا بدي روح نام ما فيني نام وحط الغطاء على رجلي، او ما فيني نام الا حط المروحه ووجهها على رجلي لاقدر احس انه ببروده وبعد نام، او اثناء الليل مثلا قاعد قبل ما ينام بتلاقي في حراره شديده بيروح حطها بمي بارده شديده مشان يقدر يحس انه تخلص من هذا الشعور المزعج. تماما. يعني دكتور بدنا نحكي اكثر عن الموضوع اللي حكيت عنه، ولكن بدنا نفصل الاسباب. يعني هل هو راجع لسبب واحد او لعده اسباب، خلينا نقول مترافقة أو تراكمات لحتى نحن وصلنا لهي المرحلة اللي وصل لها الشخص؟ هلا الحقيقة في مروحة كبير من الأسباب، يعني في كثير أسباب لهذا الموضوع. رح ندمجها بالأشياء واللي أكثر شيء بتكون هي السبب وراء مراجعة الأطباء. أول سبب هو اعتلال الأعصاب. نحن بنعرف إنه بالقدم في أنسجة عصبية، في أنسجة وعائية، وفي أنسجة عظمية وأنسجة العضلات والصفاق تبع العضلات. الأشياء هو اعتلال الأعصاب، وأشياء أسباب اعتلال الأعصاب بتؤدي لحرارة القدمين هي اعتلال الأعصاب السكري. بسبب السكر مع الزمن بصير في التهاب أعصاب، بلش يطلع عنا اعتلال الأعصاب السكري اللي بيترافق مع حرارة وخدر وألم، الثلاثة بيكونوا ظاهرين. الأسباب الثانية هي الاضطرابات الهرمونية، مثلا مثل اضطراب الدرق، قصور الدرق بيؤدي لهذا الشعور. أحيانا اضطرابات سن اليأس لما ببلش الدورة تخربط، فنحن هون بيصير المرأة يصير يطلع عندها هاي الأعراض، منها حرارة القدمين. في بعضهم أثناء الحمل ببلش يظهر أول مرة عندها عند الحمل. هلأ في شيء تاني هو فطور بالقدمين، الفطور بالقدمين كمان بتساوي حرارة بالطرف. الشيء الثالث هو الأمراض اللي بتصيب الجهاز الوعائي، هون بقى شلون نميز، يعني هون اللي بكتير بيصير فيه لغط عليه، إنه هاي المشكلة بيصير تصلب بالشرايين أو في عندهم التهاب بالأوعية الدموية بالطرفين السفليين، بصير عنا إحساس بالحرارة، هل هو اعتلال بالأعصاب أم هو سبب بالشرايين، خاصة إنه أمراض الأوعية الدموية مع الزمن ونقص التربية بتساوي اعتلال بالأعصاب. فهون بالتالي هاي المروحة الكبيرة من الأعراض هي السبب، تلاقي إنه هذا الشيء شائع والمريض كتير بيتعذب ليعرف شو هو السبب الحقيقي في الموضوع. تمام دكتور، خلينا نحكي عن مضاعفات هذه المشكلة عند الإنسان وشو ممكن كمان تعمل آثار جانبية آثار سلبية، خلينا نحكي عن هالموضوع. هلأ الحقيقة الآثار الجانبية كبيرة، أول شيء مثل ما قلنا بالمقدمة أنه تمنع المريض يكون مرتاح أثناء النوم، أثناء الفترة اللي رح يأخذ فيها الجسم قسط من الراحة. اثنين، المريض بصير بيتعرض لأدوية بشكل أكبر منشان بصير في عنده إدمان للمسكنات، وممكن يدخل بقصور كلية، وكلية كمان حتى بحد ذاتها هي بتساوي حرارة بحال صار في ضعف بوظائف الكلية، بتساوي حرارة في القدمين. وكمان لازم ننبه عليه أنه نحن بالاعتلال الأعصاب واللي بيكون بأول ظهور حرارة إذا ما تعالج أو ما نشال السبب اللي ساوى هذا أو اللي أدى لهذا الموضوع، ممكن مع الزمن يصير في عنا نقص بالحس، وهذا نقص الحس بيؤدي لاعتلال أعصاب حركي وممكن يساوي في ضعف بالمنطقة هاي.
نعم دكتور، ايضا في شغله كمان لازم يمكن انت تنبه عنها وسلط الضوء عليها، وهي تناول الفيتامينات. مجرد ما نحن حسينا باي شيء نحن بنروح بنجيب بي كومبلكس او نحن بنبلش ضرب ابر نوربيون يعني، وكثير عم نلاحظها بدون استشارات طبيه انه ايه يمكن عم يصير معنا هيك، بنفوت على الانترنت بنقرا ايه يمكن نقص فيتامينات بالاعصاب، فنحن دغري بناخذ بي كومبلكس. قديش غير صحيح هذا الموضوع؟ قد ايه لازم نحن نراجع طبيب ونستشيره في حال طلب تحاليل، في حال كان في شيء نقص هو ياخده بناء على التحليل؟ هلا الحقيقة أحد أسباب حرارة القدمين أو شعور بالحرارة بالقدمين إنه بيكون في ببعض الحالات اعتلال أعصاب بنقص الفيتامين. تماما. فلازم نشخص أول شيء السبب إنه هو اعتلال أعصاب، واثنين يكون سبب اعتلال الأعصاب هو نقص الفيتامينات. هلا اللي عم نشوفه استخدام عشوائي لهذا الموضوع جداً. يعني حتى الالام الهيكليه اللي ما لها علاقه بالعصب تماما ممكن نلاقي الناس عم تاخذ لها ابر نيروبيون او ابر البي كومبلكس. انا دائما بنصح بهذا الموضوع انه اول شيء مشان ما نعرض الجسم للتسمم بالفيتامينات انه يكون ال 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 استخدام هذا الموضوع بخطه موضوعه من قبل مختص بعد اجراء تحليل. تحليل صحيح. يعني حتى نعرف قديش المستوى اللي مواصل فيه وفي نقص ام لا، وهل هذا النقص هو مسؤول عن هاي الاعراض ام لا، وبعدها ممكن ندخل باستخدام هاي الادوية. دكتور، اذا في شخص مثلا معه اكتئاب، معه توتر، معه قلق، ممكن يصير معه كمان سخونة عنده بالاطراف، ممكن يصير عنده مثلا تعرق من الاكتئاب النفسي، خلينا نحكي شو العلاج سواء كان هذا الشخص مكتئب والعلاج للاعراض الاخرى برايك؟ هلا الحقيقه هذا كثير شائع صراحه، يعني موضوع انه يصير في الام بالقدمين، في الام في حراره بالقدمين، في شيء متلازم اسمه متلازمه الساق المتململه، هي بيلعب فيها دور بنيه الجسم والوراثه وكمان الحاله النفسيه للمريض. هلا الحاله النفسيه بتشتغل على المواد الكيماويه او النواقل الكيماويه الموجوده بالدماغ وطريقه معالجتها للالم. نحن بنعرف انه القدمين هي المنطقه اللي بتشيل وزن الجسم كله، بتتعرض للردود المتكرره، ردود مقصود حتى وانت عم تمشي في فعل ورد فعل على باطن القدم. فهي التنبيهات المتكرره للاعصاب تتعالج بالدماغ بمستوى معين. في حال حدوث توتر نفسي او تغيرات بالحاله النفسيه فبتغير الماده الكيماويه الموجوده بالدماغ، وممكن يكون صار في فرط حساسيه للشعور بالتنبيه الاتي من القدم، وبالتالي بحس المريض بالم شديد بالاطراف، واحيانا بتترافق مع حسد ودي وبيصير في حراره بالقدمين. طبعا دائما بهيك اعراض مفروض نشيل السبب، نعرف السبب الاول ونشيل السبب الاساسي. سكري لازم ضبط السكر، موضوع هرموني ضبط الهرمونات، نقص فيتامينات مثل ما حكيت سالي لازم نعوض الفيتامينات اذا في نقص فيتامينات. هذا الموضوع بتشخص اول شيء طريق تخطيط اعصاب للطرفين السفليين لنعرف في اعتلال اعصاب ولا هو لا في سبب ثاني، ممكن ايكو دوبلر للاوعيه لنشوف في دوالي في الطرفين السفليين ولا ما في. ثلاثه ممكن نعمل بعض التحاليل المخبريه لنعرف في نقص فيتامينات، في اضطراب هرموني معين، بعدها بتنحط الخطه. بس في شغلات هون لازم ننبه عليها ولو بعجاله من الامر. تفضل. واحد انه في كثير شيء خطا شائع انه نحن عندنا مثلا بالشتاء بتلاقي في ستات رجليها بتبرد كثير، بتروح تحطهم مقابل منبع الدفء او منبع الحراره لحتى يسخنوا اكثر، فبتصيبها الام شديده بعد فتره انه لانه عم تعرض لفرق حراره كبيره. تمام. في ناس وانتشرت وحتى في بعض النصائح على النت اللي بيدخل على جوجل انه والله اذا عندك حراره قدمين قبل ما تنام حطهم بمي مثلجه او مي بارده، كمادات مي بارده. ايه انا قريت عنها وحكوا هيك. هون بدنا ننبه انه نحن فرق الحرارة الشديد بيزيد المشكلة، بيزيد اعتلال الأعصاب. ممنوع تكون الرجل باردة كتير نحطها على منبع دافئ جدا، او الرجل حامية كتير نروح نحطها بمي باردة او متلجة، لانه هذا فرق الحرارة بيؤدي لتلف مع الزمن، طبعا مو فورا، تلف مع الزمن للجهاز العصبي اللي موجود هناك وخاصة نهايات الأعصاب. بالتالي لازم نحافظ على القدم بحرارة معتدلة، اثنين تكون قابلة للتنفس، يعني
موضوع انه نلبس بالضبط. الجوارب تكون قطنية، نبتعد عن المنتجات اللي فيها نايلون، والأحذية تكون مو ضيقة كتير وما فيها نايلون بشكل كبير، خاصة بالباطن. طبعا نحن عم نحكي هي التنبيهات مفروض كلياتنا نعرفها، ونبتعد عن الوقفة الطويلة، نحاول نكون شوي الطرفين السفليين مرتفعين أثناء النوم أعلى من الجذع بنسبة قليلة، بحيث أنه نساعد بالعودة الوريدي والدوران الصحيح للدم بالطرفين. تمام. نعم دكتور، كل هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها، في كثير اشخاص بيسالوا هل في شيء وقائي من هدول القصص؟ يعني هل ممكن يعملوا اشياء وقائيه ولا لا ما في هيك شيء؟ لا طبعا اكيد، يعني القدمين مثل اي شيء بالجسم بده رعايه لحتى يقدر يخدم الانسان نعم تمام على فتره بعيده. واحد، التغذيه المناسبه. اثنين، التدخين نبتعد عنه. ثلاثه، الامراض المزمنه اذا كانت عنا انه ما نهملها، السكري ما لازم ينهمل، الضغط ما لازم ينهمل، الكحول واحد يبتعد عنه. خمسة، نعمل رياضة. ستة، اهتمام بصحة القدمين من ناحية النظافة، طريقة أكيد. الرعاية المستمرة، ونبتعد فيهم عن الرطوبة، انه ما نحاول انه يكون في جو رطب للقدمين، لا، نحافظ على نظافتهم وعلى التهوية المناسبة. نبتعد عن الاستخدام المفرط، يعني ما معقول انه ما حدا عم يوقف 18 ساعة يتفاجأ انه صار عندنا مشكلة بالقدمين. طبعا هون رح يصير في مشكلة بالقدمين. نبتعد عن الوقوف الطويل نعم او المشي لمسافات طويلة وبشكل متكرر وبدون راحة للطرفين السفليين. دكتور، هل العلاج بيختلف حسب العمر ولا لا؟ ما خصه العمر بهيك موضوع. طبعا هلا نحن اطفال قليل تلاقي عندهم سكري مثلا او تمام فترة فئة الشباب، بينما الاشياء عند الكبار بالعمر انه تلاقي سكري، تلاقي اعتلال اعصاب لا مجهول السبب، بتلاقي احيانا عندنا في مشاكل بالعمود القطني، ساوت ديسك، ساوت مشاكل بحيث انه يصير في اعتلال اعصاب طرفين سفليين. اما فئة الشباب بنصير بندور على مواضيع هرمونية اكثر، مواضيع في الى اعتلال اعصاب مثل الجيلان باري، اعتلال اعصاب حسي وراثي، هذا كله بنوجه السبب لهون. اما بالكبار بالعمر لا، في اسباب اوضح هي بتتعلق بالامراض المزمنة او الامراض المتعلقة مع العمر. نعم، أكيد. يعني دكتور مثل ما حكيت في كتير أشياء لازم يتبعها الشخص للوقاية، ومنهم النظافة، لأنه يمكن حكيت أنه أيضا الفطور هي بتسبب حرارة بالقدمين. بدنا أكيد نصائح أخيرة منا غير النصائح الوقائية لكل اللي عم بيتابعنا، شو بتنصحهم؟ هلا دائما دائما نحن تربينا ونحن صغار على كلمة عقل السليم في الجسد السليم. دائما النهايات العصبية في الطرفين السفليين وفي كل الجسم هي دائما متعلقة بجسد سليم. صحيح. ابتعد عن التغذية الغير مناسبة، عن التدخين، عن الكحول، عن السهر، ونلتزم بالصحة العامة اللي كلياتنا بنعرفها، من رياضة، من من تغذية مناسبة، من تنوع الطعام. طبعا هذا كله بيساعد الجسم وبيساعد الجهاز العصبي يكون بأحسن حالاته. أكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك.